حقيقة انتشر بعد دخول الشباب العراقي بسفرتهم السعيدة إلى البرلمان وإيصال رسالتهم بجرة إذن للفاسدين وللتبعية. انتشر خبر حقيقة أنا ما يحتاج أدور وراه، لأنه اللي يعرف شخصية الشيخ خميس الخنجر أبو سرمد، هذا الرجل العراقي والشهم والذي يقود الآن سنة العراق وكل المحافظات المحررة من جور تنظيم داعش الإرهابي والمدمرة سواء من التنظيم أو بعد عمليات التحرير، واللي تحتاج إلى إعادة تأهيل كامل سواء في الموصل وكركوك صلاح الدين وديالة والأنبار. اللي يعرف شخصية الشيخ خميس الخنجر ما يحتاج حتى يتابع تفاصيل هالخبر اللي مولوه ونشروه. حقيقة المصدومين من اللي صار البارحة، اللي مصدومين فطلعوا بخبر قالوا انه قتيبة الجبوري، والله ما ادري قتيبة الجبوري رجل وين صار، رجل مع الاحترام له، اتوسط وبين المالكي وبين الشيخ خميس الخنجر، والشيخ خميس الخنجر يرجع للاطار. هذا كله كلام، انا احكيكم الحقيقة اللي متأكد منها 100%، مو 100%، واللي قبل ما يصدر البيان الرسمي لتحالف سيادة ويأكده نور المالكي بعد صدمته من أنه قوى تحالف سيادة المؤمنة بحقوق أهلها العراقيين جميعا والمحافظات المحررة بشكل خاص موقفهم ثابت، هم مع أنقاذ الوطن. ولهذا لما سمحت السيد مقتدى الصدر كقائد وطني قال يا جماعة منو يتحالف وياه حتى ننقذ الوطن من الفاسدين من الفاشلين من التبعية، أول من هب وأعلن تأييده ومساندته هو الشيخ خميس الخنجر والأخ محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، ومعهم السيد مسعود بارزاني. هؤلاء الثلاثة اللي قالوا له ابشر عند عيناك، إذا هدفنا حقيقة هو لإنقاذ الوطن فإن احنا مستمرين على هذا الشيء. ولكن بعدين لما البعض حط العصي أمام الكتلة الصدرية ذات الاستحقاق الوطني الأكبر، وسمحت السيد مقتدى الصدر اتخذ قرار التاريخي بأنه 73 نائب يتركون البرلمان وينسحبون من العملية السياسية حتى يترك القرار للشعب العراقي، ترى أول شيء أعلن الشيخ خميس الخنجر وأول شيء أعلن الرئيس محمد الحلبوسي أنه احنا مستمرين بمواصلة المسيرة إن كنا داخل البرلمان والحكومة. واجبنا أنه اللي تحالفنا عليه لإنقاذ الوطن أن لا نتركه، لكن الأمر أيضا يرجع للشارع العراقي، وتحالفنا مع سماحة السيد مقتدى الصدر هو تحالف وطني وليس مصلحي. ولهذا من صدر البيان والتصريح من تحالف سيادة، بسم الله الرحمن الرحيم، أبلغ الشيخ خميس الخنجر تحالف الإطار التنسيقي، خلي يسمعوا الإطار التنسيقي زين، ممثلا بالمالكي والحضور إن تحالف السيادة لن يحضر جلسة مجلس النواب القادمة إلا بعد اتفاق ملزم وتوقيع الرسمي على ورقة تحالف السيادة وضمان حقوق جمهوره ومطالبهم، وبعد التوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وضمان استحقاقاته السياسية. وأكد الشيخ خميس الخنجر على ضرورة إيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أي تفصيلات تتعلق بشكل الحكومة القادمة أو استحقاقاتها. كما أكد الشيخ خميس الخنجر
على ضرورة مبادرة الإطار التنسيقي بخطوات حقيقية لإثبات حسن النوايا مع الجميع واحترام توجهات التيار الصدري، وأكد واحترام توجهات التيار الصدري، وإن منطق التفرد لن يجلب إلى العراق إلا المزيد من عدم الاستقرار والفوضى. انتهى المكتب الإعلامي تحالف سيادة. هذا كلام صريح وواضح، ما يحتاجه واحد يفسر المضمون. نعم انت تحترم استحقاقات الوطن، اذا قدامك الشعب العراقي شوف شي يريد، ومنهم وفي مقدمتهم التيار الصدري واحترام توجهات التيار الصدري. فلا احد يطلع باخبار مفبركه، تريدون تاخذون الاخبار اخذوها من مصدرها، لا تاخذون هذا اللي يكتب جوة شربايه ويكتب بالكيبورد، هذا مو حكي. الزلمه يطلع صوره وصوت يحكي اللي عنده، فاحنا دقيقين وصريحين، لانه الزمن بعد ما يتحمل الراق الراق. لا خلاص.